السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين في كل مكان، مشاهدي برنامج أزمة أخلاق. صباح الخير عليكم في كل مكان. يتجدد لقاءنا معاكم النهاردة بإذن الله في كلام كبير وكلام كتير بيتقال عن الحسد وعن العين. موضوعنا كبير، موضوعنا شيق، موضوعنا بيعاني منه ناس كتير في كل مكان. خلوني الأول أرحب بفضيلة الشيخ أيمن المصري. فضيلة الشيخ مرحبا بحضرتك. اهلا بيك استاذ احمد، واهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. اهلا بحضرتك. طبعا خلينا الاول في بدايه الحلقه يعني نهني الشعب المصري بعوده الجمعه امبارح، وكمان خلينا نهني الشعب الاسلامي في كل مكان بيوم عاشوراء، اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام. فهنيئا وكل عام وحضراتكم بكل خير في كل مكان، الشعب المصري خاصه والشعب الإسلامي في كل مكان عامة. فضيلة الشيخ، هنتكلم النهاردة في كلام كتير في برنامج أزمة أخلاق، هنتكلم عن العين والحسد. ممكن تكلمنا الأول إيه الفرق بين العين والحسد؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وبعد. طبعا بداية أنت هنيت الشعب المصري، أنا كمان لازم أهني كل الأمة الإسلامية. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم من الله أقرب، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا في صحة وعافية اللهم وأمن آمين وأمان آمين. حبايبي في كل مكان. طبعا موضوع الحسد يا شيخ أحمد فعلا كما قلت يعني يصيب يعني كثير من الأسر المصرية، مش في مصر بس، في كل العالم. الفرق بين العين والحسد، في ناس كتير بتظن ان الحسد هو العين والعين هو الحسد. لا، هو في فرق. الحسد كما قلنا هو تمني زوال النعمة من المحسود. واحد بيحسد واحد، شايف اخوه المسلم معاه نعمة او في نعمة او في خير، ايا كان بقى، مع مال، منصب، ليه وجاهة، انيق في لبسه، معاه سيارة فخرة فاخرة، هو بيتمنى زوال هذه النعمة من أخوه المسلم. ده الحاسد، واحد مش راضي باللي ربنا سبحانه وتعالى قسمه له. لأن الحسد كما قلنا يصاب بمصيبتين. المصيبة الأولى إنه بيعترض على حكم وقضاء الله، لأن مين اللي قسم موزع الأرزاق؟ الله مين اللي خلى أحمد غني الله وحسين فقير؟ مين اللي إدى دوت منصب ومنع من دوت؟ الله مين اللي إدى ده أولاد ومنع من ده الأولاد؟ هو الملك سبحانه وتعالى، هو اللي بيدبر أمر الكون. فده الحاسد هو أول شيء بيعترض على حكم وقضاء الله. طيب دي أول مصيبة. إيه المصيبة التانية؟ إن النعمة مش هتترك أخوه المسلم وهتجيله. يعني بعد ما يحسده ويفضل ينقم عليه ويفضل يحرق في قلبه وفي أعصابه، النعمة مش هتسيب أخوه المسلم وهتجيله أبدا. ما شفناش واحد حسد حد والمال راح سايب صاحبه وجايله، أو الحاجة اللي هو حسدها وجات له، فدي مصيبة. يعني خسر دينه والعياذ بالله بكفره بالله. والمصيبة التانية إنه مش هيتنعم بالخير اللي هو بيحسد أخوه المسلم عليه. تعب أخوه المسلم جسمانيًا، ما هو الحسد ده ليه آثار وهنتكلم عنها إن شاء الله. وكذلك العين، أدي الحسد. يبقى الحسد هو تمني زوال النعمة من مين؟ من المنعم محسود. عليه. أنا عايز أتمنى إن النعمة دي تروح من أخوه المسلم. وفي كمان نوع تاني، إيه؟ بيتمنى ان النعمه دي تجيله، يعني يصاب بضرر وتجيله. يعني الحاسد بيتمنى ان انا عايز النعمه من عندك تمشي، بس مش مهم تيجي عندي. ده نوع. ده نوع. النوع في نوع التاني تاني يتمنى ان هي تجيله، عايز النعمه تمشي من عندك وتجيني. بيسعى ان هي يعني تاتي اليه او يتمناها. شوف بقى الفرق. العين بقى، العين هو من عانى الشيء، اي العائن. دي اسمها في الشرع اسمه عائن. واحد عينه زي ما كده احنا بنقول ايه في مصر كده او باللغه العاميه، ده عينه صفرة. ده لو بص لحاجه محدش هيسلم تسلق منه، الحجر. فده اسمه عندنا في الشرع الايه؟ عائن. العائن. العائن بتعجب نفسه الخبيثه بالشيء، بص الحاجه عجبته ايا كان بقى. احمد لابس لبس جميل كده، لسه لابس بدله جديده وخارج جاب سياره جديده وخارج بيها، شاري شقه جديده، مسك منصب جديد، ها ربنا رزقه وموسع عليها وشاف عليه نعمه كده، فعينه اعجبت بهذه النعمه.
بنفس الخبيثة، بتستعين بقى بالنفس الخبيثة عشان تبث السم بتاعها عن طريق العين. النظر. فأول لما يبص كده ويعجب بالشيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، يصاب بالمهالك، يصاب بالمصائب، يصاب بفقد الشيء اللي هو أعجب به العائن. فدي العين. يعني العائن مش شرط ان هو يتمنى ان النعمة تزول من عندك، لكنه بيبص بس أعجبه الشيء، الامر يعجبه لو خلاص كده. عجبته يبقى اقول على المعين ده يا رحمن يا رحيم. لان العين خطرها عظيم، وان شاء الله هنبين. لا اله الا الله. طيب يا مولانا، ايه هي اضرار الحاسد؟ اضرار الحسد في اثار جانبيه، في اضرار بجانب ان هو بيزيل النعمه او بينقم على الانسان المحسود، هل هو كمان بيعمل اضرار غير كده؟ والله يا شيخ احمد، نسال الله ان يعافينا وان يعافي المشاهدين من الحسد والعين. يا رب. دمار وهلاك يا شيخ احمد، من اكثر الاشياء وجعا. خلي بالك، اكثر الم يتعبك الم الحسد والسحر، اثر الحسد والعين تعب نفسي ومعنوي لا حول به ولا، غير الاضرار بقى اللي نتجت عنه اذا كان ماديه او جسمانيه او اي. طبعا حضرتك هتكلمنا يعني في حلقات كتير عن العين والحسد والسحر وكل ما يتعلق بالقضايا دي. احنا بفضل الله برنامجنا ده الهدف منه ان احنا بنعرض الداء عشان نستنتج منه الدواء، وبفضل الله نعطيه للناس عشان تعرف تتعامل وتعرف تشوف امورها دينها كويس. لان اي شيء يا شيخ احمد انت حضرتك عارف حله عندنا في القرآن والسنة. صح. كل شيء ما ترك لنا ديننا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء إلا ودلنا عليه. فكل شيء بفضل الله من القرآن والسنة. احنا طبعا لسه لنا حلقة، هنعرف ازاي نحفظ نفسينا وأولادنا من الحسد والعين، من العين وازاي والحسد. لو أنا محسود أرقي نفسي أو أعمل إيه. إن شاء الله لسه حلقة هو قادمة. الموضوع الحسد كبير وما يخلصش في حلقة أو اتنين، يعني ممكن نعمل موسم كامل للحسد والعين. أنا لأن معاك يا شيخ أحمد، وفضل الله بإذنك أنت يا رب، بإذنك أنت يا رب، لازما إن شاء الله هنعرف الناس إيه الخطوات اللي هتعملها عشان تقي نفسها من الحسد. أضرار الحسد بقى، أنا هكلمك بس عن الأضرار اللي بتنتج عنها النفسية. أنا بعد خطبة جمعة من الجمعة، بعد ما نزلت من على المنبر، لقيت واحد قاعد وشه ده يعني محمر خالص، عينه حمرة جدا، وشفته انا عارفه. فاول ما شافني بيكلمني بطريقة غريبة، شيخ ايمن، وبيكلم كلام ايه بيطلع بالعافية. ايه ده بقى؟ بدقق فيه، ده فلان مالك؟ بقول له يا شيخ انا بقالي اكتر من شهر، ده انا كويس ان انا بقيت اعرف اتكلم سنة. في ايه مالك؟ قال لي والله يا شيخ، بص يا شيخ احمد انا عايزك تعيش معايا الموقف. بقى يمسك في وشه كده بضوافره يضرب، قام في الحيطه ويضرب، ويقول لي انا مش حاسس بجسمي. دي اعمال جنون دي. قال لي امسك ايدي كده شد، يعني انت بقول لي بس. قال لي وقعد يبكي بكاء هستيري، بيقول لي انا متدمر، تعبان، مش عارف انام، ببقى عايز انام، ويضرب على مخه عايز انام، مش قادر. انا مش عارف احكي لك، مش عارف اوصف لك الوصف. واحد بيقول لك عمال يشد موقف صعب في وجهه، وعمال بيتقل، وقاعد مش يقول لي مش حاسس بجسمي. يا ابني طب مالك؟ بالراحه كده، ايه ده؟ وعمال بقى بكاء. قال لي رحت لدكاتره نفسيين علاج وخدت، وكل الدكاتره نفسيين قالوا لي ما فيش حاجه، انت ما فيش تجسيد لشخصيتك حاجه، انت ما فيكش حاجه. يقول لي نفسي انام مش عارف. قلت له ده توحد الله كده، لا اله الا الله، واهدى وبالراحه. وقول لي كده ايه اخر يوم اصبت فيه باللي انت فيه ده؟ قال انا طالع الصبح لشغلي ورايح، قابلني واحد صاحبي، فبص لي كده، ايوه يا عم، راح تاخد يوميه مش عارف 250، ما هو صنايع حرفي. وعندك توك توك مشغله بيجيب لك كل يوم كمان 250 رايقه. قال لي وبعدين بالليل بصيت لقيت اللي حصل لي، مش حاسس بجسمي، جثه هامده. قلت له بس انا كده عرفت ان الموضوع موضوع ايه؟ حسد. حسد اشوف واحد اخوه صاحبه في الشارع
ايوه يا عم، زي ما ده حل ناس كتير، بدل مش يقول له الاول تبارك الله او ما شاء الله يا عم مثلا لا ايوه يا عم، زي شغل ناس كتير، الدنيا جميله والدنيا حلوه معاك وايه شغال توك توك بيجيب وانت مش عايز اقول لك الحركه عامله ازاي. سبحان الله. ادي ضرر الحسد. طب احنا لو قعدنا نتكلم عن القصص الحسد ده مش كلام هننتهي كتير. يا شيخ احمد، ضرر عجيب. انت عارف انت اي مرض ليه علاج وليه مسكن الا الحسد والسحر، مهما انت تاخد مسكن ما بيعملش حاجه يعني العلاج البشري، ولا يعمل اي الأدوية، شيء، الأطباء، الكلام ده لازم قرآن وسنة. لازم هو احنا لازم. انا اتحسدت، احنا ذكرنا في اللقاء الماضي قصه سهل وعامر، سهل بيغتسل دخل عليه عامر قال له بس ايه، ما رايت جلدا كمثل جلدك، او جلد مخبأة، صح، جلدك ده ابيض وجميل، على طول سكت وقع في الحال، عين حسد، حسده ملهاش الا على. احنا طبعا علاج، احنا مش عايزين نخليه الحلقات دي، بس خلينا في الاضرار عشان نعرف قد ايه الناس موجوعه صح. وتعبانه من موضوع الحسد. الحاسد ده انا نفسي اعرف انت بتستفاد ايه يا اخي، ده انت بتدخل على اخوك المسلم الهم. والله يا شيخ احمد انا بشوف حالات بيدمع منها العين، تدمع منها العين ويحزن منها القلب، حاجات كده تتعب. واحد جاي لك لا حول به ولا قوه، هو فقد الاحساس والشعور بالحياه اساسا، هو مش في الحياه، هو جاي لك كده مش فاهم حاجه باي حاجه، ميت، ميت إكلينيك. الله يفتح. واحد كده يا دوبك نفس داخل ونفس خارج، سبحان الله. حسبنا الله ليه ونعم ليه بس الوكيل. يعني الناس اللي بتأذي الناس دي بتستفاد ايه؟ يعني قول لي ليك فايدة، لو في واحد 1% فايدة بس يبقى ليك عذرك، لكن انت بتستفاد ايه اصلا؟ مش عارف والله يا مولانا، يعني الحاسد والعائن والساحر والناس دي بيستفادوا ايه؟ يعني ليه بيأذي الناس؟ ليه بيعمل كده؟ يعني كمان عايزين نعرف يا مولانا ايه هي الاضرار العين؟ لا ده العين ده بقى، بص يا شيخ احمد، اولا الحسد اعم من العين، ركز معايا، الحسد اعم من العين، وذكر في القران من شر حاسد اذا حسد. عارف يعني ربنا يذكرك ان هو شر، يعني الموضوع كبير، شر شر كبير. اما العين، العين إذاها اكثر من الحسد، ركز، الحسد اعم. ليه بقى؟ لان العين ما ينفعش تحسد، هما الاثنين بيشتركوا بصفه واحده الحسد، يعني العين والحسد بيشتركوا بصفه الايه؟ الحسد. لكن العين ما ينفعش واحد يبقى قاعد في مكان ويعين او يبقى عائن على فلان، لكن الحاسد يعني ممكن من مكان العائن، العائن لازم تكون قدامي شاف الحاجه واعجب بيها، اشوفك عجبته، ده الشرط، عجبته، لو عجبته يبقى قول على نفسك سلم يا رب سلم. يعني دلوقتي يا شيخ أيمن، العائن ما يصيبش حد إلا إذا كان قاعد قدامه، الله يفتح عليه، يشوفه بعينه أو يشوف الشيء أيا كان بقى، والحاسد يحسد من على بعد. الحسد بقى دي بقى أعم. ليه؟ لأنه ممكن أنت قاعد في مكان وواحد بيتكلم، واحد صاحبه شفت فلان، أيوه يا عم دي مزهزهة معاه وعمالة إيه، ممكن يحسده هو في مكان تاني. لكن العين لازم ان يشوف الشيء، لكن مين اللي اضر؟ العين. العين، لان في احاديث كثيره عن العين وان هي اضرارها اشد من الحسد. مين اللي بيضر اكتر، انا كعائن ولا كحاسد؟ يعني اللي بيعين، انا شفت حاجه قدامي وعجبتني واصبتها، هل الضرر يقع عليها أشد من ضرر الحسد ولا العكس؟ احنا قلنا الاثنين بيشتركوا في صفة واحدة اللي هي الحسد، لكن ضرر العين أشد من الحسد، من الحاسد. واحد حاسد هو في أي مكان هيحسد. طيب يا مولانا معانا تليفون، اتفضل. اتفضلي يا فندم. كانت دوابة من أسوان. اتفضلي يا فندم. حضراتكم بتتكلموا في موضوع مهم جدا وبيهم الناس، بس حضرتك احنا كمسلمين وموحدين بالله نعلم ان كل شيء بقدر الله، ونعم وحضرتك بالله. وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. صدق يعني الله العظيم. الموضوعات دي
النفسيه ما بتتفتح بتزيد الوهم عند الناس. في ناس كثيره حضرتك موهومه وبتروح عند الدجالين وبتضر نفسها من ذهابها للدجالين وبتعتقد انها محسوده، وهي بتكون ضاره نفسها اكثر حاجه بذهابها للدجالين وروحها عند المشعوذين. حضرتك الدليل على كده ان الناس دي ممكن تكون بتسعى سنين ومش عارفه تعالج نفسها لان هي متبعه الدجالين والمشعوذين. طب تعال حضرتك تدور على احوال هؤلاء الناس تلاقيهم عند التدبير والتشهير وهم 100 100، لكن عند اي حاجه ثانيه هم محسودين ومعيونين ومسحورين. ما هي ممكن ولا يكون فيهم سحر ولا هو حاجه. يا استاذه، ما احنا قلنا، ما الشيخ قال ان في يعني ظواهر بتشوفها المحسوده او بيشوفها الانسان المحسود او المعيون بيحس بيها، في يعني امور هو بيحس بيها علشان كده يعرف ان هو محسود او معيون او هو موهوم. في ناس موهومه حضرتك، في ناس موهومه، احنا ناس متدينين وبنلجا الى الله في كل الاحوال حضرتك. لا ما فيش الانسان المؤمن لا بيتصاب بحسد ولا عين ولا اي حاجه، مجرد ان هو قرا القران بينصرف عنه كل اذى. طيب. وكل سحر وكل عين. هو الشيخ ايمن، الشيخ ايمن هيوضح النقطه ديت. الشيخ ايمن هيوضح النقطه ديت. احسنتي، في ناس فعلا كتير بتوهم نفسها. وشيخ الاسلام قال من اشد انواع التعب الوهم، ان انت توهم نفسك ان انت محسود او يعني زي ما هي بتقول كده، ممكن يكون في حاجه اسمها وهم اصلا، انا سليم ما فيش اي حاجه، ممكن يصاب بكده ابتلاء يظن ان هو محسود، وارد. فموهمش نفسي، وان شاء الله ده هيبقى عنوان الحلقه القادمه، احنا هنعرف ازاي انا فعلا محسود. هنقول لك على اشياء ان فعلا لقيتها كلها منطبقه عليك يبقى انت محسود. فما تستعجليش يا ماما، ان شاء الله الحلقه القادمه خليكي معانا، هنعرف ازاي اعرف ان انا محسود، وان شاء الله برضك هنعرف ازاي طرق الوقايه وازاي اقي نفسي من الحسد دائما. مش شرط ان انا استنى لما هتحس، لما انا دايما كل ما احصل نفسي ازاي بالاوراد والاذكار، عشان بفضل الله ما فيش اي حاجه تاثر فيه. الشيخ ايمن، يعني ايه اللي دعم كلامك من القران والسنه؟ يعني حسد وعين ووهم، انا كواحد مسلم عايز اعرف الدليل من القران والسنه. طبعا احنا اتكلمنا في الحسد. ومذكور من شر حاسد اذا حسد، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. او في ناس بتحسد الناس على ما اتاهم الله من فضله، لان هو الذي يؤتي الفضل هو الله، فبيحسدوا الناس على ايه؟ النعم اللي ربنا انعم بيها عليهم. طيب معانا التليفون بعد اذنك يا شيخ. معانا الحاج رجب من الاقصر، اتفضل. واخر الزحمه، اتفضل استاذنا، ازي حضرتك؟ طبعا الشيخ ايمن والله وفريق الاعداد المحترم وجميع مشاهدينا قبلنا، الله يكرمك. عايز اقول للشيخ ايمن، السحر او الحسد يصيب العظام. ايه؟ يصيب العظام. الحسد يصيب العظام. يا حاج ده احنا قلنا ده احنا ممكن تبقى جثه هامده. واحد لو حسدك او اداك عين يكاد ان هو يجعلك جثه هامده، لا حول بك ولا قوه، لا تستطيع الحركه. أبي يا شيخ ايمن، انا رحت لجميع الدكاتره، رجلي مولعه نار الاثنين، سخانه، ما خليتش اي دكاتره والله. طب هو قالوا لك العيب ايه؟ ايه انت دلوقتي بتروح للدكتور الاول بيشخص لك الحاله، قال لك ايه؟ قال لك ما فيش حاجه عندك؟ ما اللي يقول لك اللي هو بتاع الاملاح اللي هو ياسر ده، حللت له ما فيهوش حاجه. طيب يعني املاح؟ ما انا مش فاهم. املاح بس ما فيش حاجه يعني، بتطلع سليمه. ازاي؟ ما هو طالما قال لك املاح يبقى انت لازم تقلل. حضرتك عملت التحاليل وعملت التشخيص اللي الدكاتره طلبوها منك؟ عملت تحاليل وبعد. طيب كده طيب التحاليل طلع نتائجها ايه؟ ما فيش اي حاجه ليها السخانه دي. طب انت حضرتك بتحس بايه؟ ايه الاعراض اللي بتحس بيها؟ سخانه في رجليا الاثنين، نار مولعه. المكان اللي احطها لمصدر جرده، الميه مثلج حتى لتقل. يعني يا حاج ما فيش اي نوع دواء جايب نتيجه معاك؟ اي حاجه والله يا شيخ ايمن. طب انت بقى خليك معانا كده. نعم. احنا لما نعرض ازاي اعرف ان انا محسود، لو الشروط اللي احنا هنقولها او الاشياء اللي هنقولها انطبقت عليك تعرف ان ده حسد. نعم. وهتتواصل معانا هتعرف ان شاء الله ازاي تتعالج نفسك. يا حاج رجب في رقم الشيخ ايمن موجود دلوقتي على شاشه، رقم الشيخ ايمن موجود حاليا على الشاشه، تقدر تاخد الرقم وتتواصل بعد البرنامج مباشره وتتكلم مع الشيخ ايمن وتقدر تستفهم منه اكتر من كده.
تحت امر حضرتك. شيخ ايمن، الدلائل من السنه والقران. العين. حديث في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق. يعني في حاجه اسمها ايه؟ العين. العين. وزاد في مسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. خلي بالك في حاجه لازم الناس تعرفها. العائن والحاسد مش هيصيب اي واحد الا باذن الله. باذن الله. وما هم بضرنا به من احد الا باذن الله. هو ربنا قدر ليك ان انت هتبتلى بعين، هتبتلى بحسد. يبقى لازم ان كل واحد يعرف يقينا. ما انا دايما ما اركنش ان انا ايه خايف يعني لا. لازم اسلم دايما يعني ارضى بقضاء الله اولا. والله خير الحافظ. انا دايما استعين بالله والاذكار النبي علمها لي عشان ايه اخذ بالاسباب. فما الجاش اصل الناس تقول لك يا عين ازاي يا عم ده دين. هو انت دلوقتي الواحد لما يموت مش لازم بيكون سبب للوفاه؟ صح. ضيق في التنفس، عنده السكر عالي، جاله غيبوبه، هبوط في الدوره الدمويه، الضغط مش عارف عالي، صح؟ لازم يبقى في سبب وفاه. صح. هو كذلك العين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين الحق، العين تدخل صاحبها القبر. ياه. يعني واحد ممكن في واحد عينه تبقى شديده جدا، اصل ده شعاع ذري. يبقى اديك عين تموت، تدخل الرجل القبر. ركز يا شيخ احمد. بس بيموت باذن مين؟ باذن الله. هو ربنا كاتب له ان هو هيموت بالعين. معانا اتصال بعد اذنك. معانا الدكتوره سلوى، اتفضلي يا فندم. ايوه السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا اتكلمت الاسبوع اللي فات، واولا بشكر حضرتك استاذ احمد والشيخ ايمن والشيخ سيد. هو ما جاش فيه النهارده، كنا منتظرينه. خير ان شاء الله، ان شاء الله يكون موجود يعني معانا الحلقه القادمه. اتصلت بيكم بامانه ويعني استجابوا لي، وكفايه ان حسن السمع ليا وكده ومتواصلين معايا. بس كنت عايزه اقول للشيخ ايمن ان انا ماشي وجال لي هجره سوره البقره 7 مرات بقرا برضه، وانا بحس برضه ان نار طالعه مني وبكى شديد وتعبانه برضه، ما زلت تعبانه. وكلمت الشيخ سيد بصراحه يعني بعتذر له ان هو فعلا انا اطلت عليه كتير، لكن الراجل تجاوب معايا ورن عليا وقال لي على حاجات ان شاء الله هبدا اعملها. بس انا عايزه بصراحه البرنامج ده يبقى يا ريت 4 مرات او كل يوم. ويا ريت يبقى ثلاث اربع ساعات في يا ريت بامانه. انا دكتوره حضرتك يعني عمليه السحر والمتصله اللي جاب ليا يعني هي بتقول ما فيش، بالعكس هي ما جالهاش سحر ولا حسد، ما حسيتش بيه، ما حسيتش بالوجع بتاعه. انا حضرتك انا مدمر، انا وبناتي، انا اتعمل لي بالطلاق واتعمل لي بنتي بالطلاق وتعبانين. لا اله الا الله. تعبانين وفعلا وصلت علينا السحر. انا لولا شفته مع نفسي. لا اله الا الله. يعني احنا بنبقى هنموت. بنتي جات لها جلطه، بنتي صغير 24 سنه واتكسرت في الحبل اللي طار في عمل كل الواحد، جالها شلل بعد عمل برضه. ده ما في الدكاتره بنروح ما فيش علاج. انا عارفه ان هو سحر وسحر منتشر عندنا في الصعيد جامد. خلي بال حضرتك الاطفال السفليه. هو هقول لحضرتك حاجه، هو رقم الشيخ ايمن موجود على الشاشه، تقدري تتواصلي معايا بعد البرنامج وتقدري تتفقي. لا يا فندم انا عايزه حضرتك معلش اتفضل. البرنامج يبقى طويل، يبقى كل يوم الحديث. البرنامج الحسد والسحر ده موجود والله العظيم، والله موجود طبعا. القران اتكلم عنه. وانا ببقى ماسكه المصحف خلي بالك بنصلي والاذكار وتحت وعن مصليه وتعبانين. يا في اكتر من الصحابه اللي اتحسدوا، في اكتر من النبي اللي اتسحر. الله ينور عليك. انا عايزه بقى حضرتك ما بيحسش بده. انا كتير زمايلي يقول لي ده كلام فاضي وما تصدقيش، بالعكس انا لمست الموضوع ده. انا عايزه حضراتكم يعني تحلوا لنا المشكله برضو معاكم، طولوا البرنامج كل يوم يا ريت. هو في طبعا لان البرنامج لانه ساعه واحده بس، فساعه ما بتكفيش. في برضو حضرتك عايزه اقول لحضرتك ان في عايز اقول لحضرتك ان في صفحات الشيخ ايمن المتعلقه بالنت، زي صفحه الفيسبوك باسم الشيخ ايمن المصري، زي صفحه مش هيجي برضه حضرتك زي برضه التلفزيون. احنا عايزين تجيبوا حالات برضه تبقى معالجه على شتوها وتيجي تحكي حكايتها، تعالجونا ناس على الهواء. البرنامج يبقى 3 4 ساعات يبقى يوميا. لا 3 4 ساعات ده الناس تمل مننا كده. كذا برنامج تاني الاكل كانه زي الاكل. الاكل اللي خلى الناس سمنت، بلاش الاكل والمأكل. هو هقول لحضرتك، هو احنا ليه بنتكلم عن احنا ليه بنتكلم عن الحسد والسحر وكده؟ لان دي اضرار فتاكه، ديت منتشره في العالم كله. والله العظيم يا فندم
مش لاقيين قناه تتكلم بامانه. احترمنا قناتكم، انا اصحابي كلهم بيحضروا حضرتك النهارده، حببتهم في القناه. ليه؟ لان كلنا ملموسين. شوف احنا اطباء ممكن تقول لا مثلا دول ما نعتقدش، بالعكس بالعكس احنا والله العظيم انا وبناتي واصحابي، مش انا بس مدمرين. احنا بنتكلم، في الموضوع، احنا بنتكلم في المواضيع المتعلقه باضرار المجتمع، احنا بنتكلم في المواضيع الشائكه اللي بتخوض في نخاع المجتمع، بنتكلم في الامور دي كلها. وكله ان شاء الله مع حضراتكم الموسم كامل تحت امر حضرتك شيخ ايمن. استمري بس يا دكتور على البرنامج اللي قايلك عليه. القرآن والسنة والعين والحسد، برضو علشان نأكد للناس اللي هي ما حستش بالحسد، ما حستش بالعين، ما حستش بالسحر. يا أخي ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما أستعيذ بالله، وده كان دائما اللهم ارزقني العفة والعافية. لازم دائما الإنسان يسأل ربه الصحة والعافية، وإنه ما يبتلاش. ولما تشوف أخوك المسلم في ابتلاء تحمد ربك على النعمة أنت فيها. العين حق، ده كلام سيدك النبي محمد الصادق المصدوق، والحديث في مسلم العين حق. ايوه، قال لك ما فيش حاجه اسمها عين، ده راجل بيكذب كلام النبي صلى الله عليه وسلم. العين تدخل صاحبها القبر، لا اله ممكن واحد يديك عين تقتلك، وتدخل الجمل القدر. يعني كان ايام النبي صلى الله عليه وسلم، احكي لك قصتين، قصه من واقعنا وقصه الموضوع تدخل الجمل القدر. كان زمان لغايه وقتنا هذا في الصعيد والحتت اللي هي اللي فيها الارياف، كان زمان وايام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليه النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجمل القط؟ كان زمان واحد معروف بعينه، لو واحد شاف واحد حاجه وعجبته الا إيه لما ما يسلمش منه. كان مثلا يجي يقعدوا فتره كده ما فيش لحوم ولا ما فيش حد بيعمل عقيقه ولا وليمه، ولا يقولوا له ايه يا فلان معروف ان هو عائن، ما تدي لنا عين للجمل ده. اول لما يدي له عين الجمل خلاص يروح طابب صاحبه على طول، بيعمل ايه؟ يذبحه، يروح ذبحه، يفرق بقى ويوزع. فتدخل الجمل الايه؟ القدر. القدر. والله انا طبعا لازم كل واحد مسلم بيحب سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكون مصدقه، لان ده الصادق المصدوق. يقول لك تدخل الرجل القبر، وفي حديث بيقول لك اكثر اموات امتي بعد قضاء الله وقدره العين. يعني اكثر اللي بيموتوا بيبقى سببه العين. العين والله يا شيخ احمد، ده العين يعني شديده قوي كده يا شيخ احمد. والله اتصلت بيا اخت عايزاني، طبعا في عندهم مشاكل كبيره جدا، بس انا لما قعدت اتكلم معاها فهمت ايه الموضوع. قالت لي عندها خاله اخت امها ارمله، مالها ارمله، جات لامها قاعده مع والدتها اللي هي اختها، فبتحكي لها بقى ده انا بيني وبين زوجها بقى زوجة اختها، زوج اختها اللي هو لسه عايش على طلع معاش، وبتعرف بقى لما يقعد ايه بيبقى فيه شويه مشاكل من قعده كتير في البيت. فبتقول لها والله ده جوزي من ساعه ما طلع معاش وقاعد وبقينا فيه مشاكل. فراحت قالت لها ايه؟ يا ست احمدي ربنا ان في راجل داخل وخارج عليكي، ده غيرك مش لاقي. ركز معايا يا شيخ احمد. البنت دي بتقول بعد ما خالتي مشيت في نفس اليوم بالليل ابوها مره واحده، مفيش اي شيء غير النفس خارج وطالع، مش قادر ياخد نفسه، لا حول به ولا قوه، شالوه في الاسعاف، اجرى على المستشفى يوم اتنين تلاته مفيش اي. يعني يا شيخ ايمن الاثر سريع قوي كده ومات كمان. مات يعني اثر العين سريع للدرجه دي؟ هو ربنا كاتب له، هو انت مثلا سايق العربيه وعملت حادثه، هو ده بامر مين؟ بامر الله. هو مات بالعين، واحد اداله عين، هو نصيبه يموت كده. يا الله، هو كله بقدر الله. بقول لك يوم اتنين تلاته مات، سبحان الله. جت لها بعد فتره، هم كلهم مش واخدين بالهم، هم خدوا بالهم مؤخرا. قاعده طبعا الست الارمله دي قاعده بقى، اولادها اتجوزوا وكل واحد شاف حاله، ولا حد بيجي لها ولا حد بيروح. قاعده مع اختها، واختها مش واخده بالها، ما معرفش الكلام ده غير مؤخرا. ايه الاولاد والمدارس وكل شويه في بينه وبينه ميه. قلت لها احمد ربنا ان ولادك رايحين جايين عليك وقاعدين معاك. يا الله، ده انا غيرك مش 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 عارف اشوفهم. والله البنت بتحكي لها شيخ احمد كل اخواتها ضيق في الرزق، يا دي قدرت تقول لي انا عايز اعرف احنا نحس
ولا هو الموضوع ايه؟ للدرجه دي؟ ولا هو فعلا الحسد دي تاثير؟ بقول لك لو قعدت احكي لي بقى اللي حصل للاسره بسبب العين سبحان الله وبسبب الحسد، احنا لو قعدت ادخلك كده في الاسر هتتعب تعب يعني ما بعده تعب. اللي في ناس سبحان الملك مش عاجبها حالها. يا اخي اتقي الله، اتقي الله، ويا اخي دايما تطلب لاخوك المسلم السعاده والحب، مش تحسده على النعم اللي فيها. يعني للدرجه دي الحسد والعين سريع المفعول، وللدرجه دي العين بتقتل؟ تقتل سبحان الله. ده يعني كلام سيدك محمد. يعني العائن ده قاتل. اه طبعا يا الله، وخلي يعني كله بقدر الله بامر الله. لكن انا واحد هو ده محصن مرض نفسي اصلا يا شيخ، وخارج قايل اذكار وبصلي الصلاه في جماعه بفضل الله. يعني الناس تلتزم بقول يعني بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، كل ما كان يدخله وكل ما كان يعني الاذكار وازاي لو انا محصود اتعالج نفسي باذن الله. يا جماعه رب يا جماعه قربوا من ربنا، والله الحفاظ كله في الاسلام، قربوا من ربنا، تواصلوا مع الله، اتكلموا مع ربنا، فضفضوا مع ربنا. لازم يا جماعه يكون في حوار بينك وبين ربنا، لازم تكلم ربنا. يعني معانا تليفون من الاستاذه ايمان، اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا شيخ، انا جاتلي اعراض بقالي في سنه. جالي الفرصه رجعي فجاه، ولقيتني بسيب البيت فجاه وبمشي. وبقى اتخانق على طول. وما بقتش انا، ما بقتش طبيعتي زي الاول. يعني حضرتك بتخرج من البيت؟ لقيت نفسي رايحه عند اهلي، انا كنت بروح هناك وترجيع قعد معايا كتير، واروح المستشفى ما عنديش حاجه، انيميا، ضغط قوتي. يعني انت بتخرجي من البيت من غير ما تحسي انك خارجه اصلا؟ لا بقى خرجت سبت البيت، لقيت نفسي مش لاقيه البس تاني. فجأة لقيت نفسي يعني كانت حياتي كويسة، واروح انا وجوزي نصيف ومش عارفة ايه، وكلت عند ناس. بعدها بكام يوم لقيت حياتي اتدهورت، التربية جامد ومش لاقية نفسي خالص. ففجأة فضلت سنة على النظام دوت، لدرجة ان بقى يقولوا لي روحي، انت ما بتروحيش بيتك ليه؟ روحي. فبقيت اروح واسيب البيت وامشي، رغم ان انا حياتي في جوزي ومعايا طفلين ولسه والدة طفلي. فضلت سنة على البتاع على المشوار دوت كده، وبعد كده لما حملت روحت. بس طول ما انا قاعدة في البيت عندي خناق ومش طايقة البيت، وعندي وش على وداني، لما باجي انام ما بعرفش انام، عندي وش جامد على وداني. ومفيش نوم خالص. الشيخ ايمن هيرد على حضرتك. يعني الاعراض دي اعراض ايه يا شيخ؟ هي بس تواصل معايا بعد الحلقة عشان الموضوع يبقى فيه نقاش طويل، واحنا مش عايزين برضك يعني ايه. طيب رقم الشيخ ايمن موجود على شاشه التلفزيون، تقدر حضرتك تاخدي الرقم وتتواصلي مع الشيخ ايمن بعد الحلقه ان شاء الله، هو يكون في خدمتك تحت امرك. الشيخ ايمن، قلنا ان العين بتقتل وان العائن قاتل، لكن هل هو اصلا عارف ان هو قاتل، ولا هو مش فارقة معاه، أو مش عارف إن هو بيحسد، أو مش عارف إن هو بيصيب؟ يعني إيه المشكلة دي؟ إيه المعضلة دي؟ والله في واحد بيبقى عارف إن هو معروف، عارف إن هو نفسه إن هو حاسد، واحد عارف نفسه إن هو عائن، وفي واحد زي ما قلنا ممكن يصيب بدون ما يشعر. روخ النبي صلى الله عليه وسلم لما في بن سهل وعامر قال: ألا باركت له؟ يعني قال لو شفت حاجه عجبتك من اخوك المسلم تقول له مثلا اللهم بارك، تبارك الله، او ما شاء الله. ده اول شيء، لان ممكن اي واحد يحسد. شيخ ايمن، هو ممكن واحد يحسد او يعين ويصيب اهله؟ يا كتير كتير. كم من زوجة تزينت لزوجها وخرجت عليه في ابهى صورتها، فنظر إليها نظرة وقال مثلا كلمات: إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ بدون ما يقول تبارك الله أو اللهم بارك. بعد كده تبص تلاقي المشاكل دخلت الحياة الزوجية، يشوفها بمنظر قبيح. سبحان الملك، تتغير من حال إلى أسوأ حال. كم من أم حسدت ابنها أو بنتها بدون ما تشعر؟ شوف القصة دي يا شيخ. بنت في ليلة فرحها
انت عارف بقى الزينة والمكياج والمقب والارتست، ودي مخلي بالك من اكبر مصائب العصر والله العظيم، بيحصل مشاكل وحسد في ناس كتير متبقاش واخده بالها. صح، الزوجه الفرفوشه اللي لابسه عريان، طبعا اول شيء ده عمل لا يرضي الله. صح، دي قولا واحدا، مفيش حاجه اسمها ليله العمر، الكلام ده عندنا في ديننا ممنوع. اللي طالعه عماله ترقص، واللي جوزها مش عارف، واللي متجوز واحده ما بتعرفش ترقص، لما يشوف العروسه الفرفوشه الجميله عماله ترقص دي وحركاتها، مش ممكن يحسدها ويعجب بيها؟ مش ممكن يحسد اخوه؟ يحسد جاره او صاحبه اللي راح ورد انا مش وارد؟ من اول ليله تبص تلاقي النكد اشتغل ويقول لك مش عارف اتصال فيه هاتف ايه؟ يا شيخ ايمن، مش عارف في ايه. معانا الاستاذ دراجه، متفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ احمد، منور قناه الصحه والجمال، انت والشيخ ايمن المصري. حقيقي حقيقي، اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عاشورة، وحضرتك بكل خير والامه الاسلاميه كلها. وكل سنه وانتم بخير وكامل الصحه وكنترول الصحه والجمال، وكل مشاهدينا الكرام اللي بيستمعوا الحلقه الطيبه المباركه بتاعتكم يا سيدنا. كل عام وحضرتك بكل خير. الله يديك الصحه والعافيه يا سيدنا. في سؤال صغنن كده، في حديث يا سيدنا بيقول اثنان في النار، الحاسد والحاقد. لا اله الا الله. هل ده حديث صحيح؟ وعايزين نعرف ايه الفرق بين الحاسد والحاقد يا سيدنا بعد اذنك لو تكرمت. تحت امرك الشيخ ايمن هيجيب على حضرتك. لا حلقه ان شاء الله تحت امرك. والشيخ ايمن كمان بيقول يا جماعه بس اللي بتصل يبقى خلينا في صميم الحلقه. يعني الشيخ ايمن بيقول لك ان هو هيعمل لك حلقه كامله تخص الحاسد والحاقد. يعني ان شاء الله ان شاء الله. انا عايز بس نقول للمشاهدين يخلونا يشاركونا في موضوع الحلقه، ولازم انت فاهم احنا يا جماعه والله ما بنتقاضى اجر على اي معلومه بنفيد بها الناس، فاللي بنقوله اتصل بينا بعد الحلقه لان الموضوع ممكن يطول ونفضل نشرح وهنعطل موضوع الحلقه، فاحنا في موضوع عايزين نمسكه عشان بننتهي منه عشان نخش في موضوع كتير جديد، ليس والله لا اكتر ولا اقل. اللي عايز حاجه بفضل الله رقم في الكنترول يتصل رقم على الشاشه، وبفضل الله ما بنبخلش على اي حد في اي وقت. يعني الشيخ ايمن بنفسه رقم حضرته موجود على الشاشه، تقدر تتواصل معاه بعد الحلقه والله مجانا، او تقدر تكلم الشيخ ايمن عن طريق النت في الفيسبوك في صفحه الشيخ ايمن المصري، او على اليوتيوب تتابع للشيخ ايمن المصري اليوتيوب كذلك، فيعني تقدر تتواصل مع الشيخ ايمن بشتى الطرق. شيخ ايمن نرجع بقى للفرح. نرجع للقصه، ان دي اكبر مصايب، ان ليله الفرح دي هي ليله العمر كله. الزوجه اللي عماله ترقص او ولابسه، مش وارد ان ممكن واحد يشوفها يعجب بيها؟ صح، تكون حلوه وزوجته مش مثلا وارد غير جميله. مش وارد ولا مش وارد؟ صح، وده قصص كتير حصل. انا قعدت احكي لك على القصه اللي بتجيلي وبتتعرض عليا. اخت عريس لابسه وانيقه بقى، اخوها هيتجوز لازم تعمل بقى الواجب، وعماله فرحانه والرجال والله العظيم في ليله الفرح نامت، صحيت الصبح في شلل كامل. لا اله الا الله. اغماء كمان، اغماء يا لفوا شهر اتنين تلاته، اشعاعات تحاليل، مفيش اي حاجه. سبحان الله. الموضوع طلع في الاخر ان هي واخده عين ومن احد الاقارب. يا خلينا بقى في القصه اللي كنا بنحكيها. واحده في ليله فرحها، والمصيبه الطامه يا شيخ احمد ان مفكره الدعوه كاتب لك نجل الاول الاستاذ محمد، نجل الثاني اول حرف اتش، قال الاسم اللي ربنا اختاره لها حرام، اللي هي معروفه بيه وبتنادي بكل المنطقه عارفاه، بقى ممنوع، وجسمها هو اللي حلال، وجسمها بقى حلال، والراس هو اللي بقى. احنا طبعا يعني احنا عندنا مصايب، الموازين اتقلبت الله يفتح، والناس زعلانه، والحياه والاعباء والابتلاءات والمشاكل والغلاء والوباء، ما هو كل ده من ذنوبنا. صح، احنا لو نتقي الله ربنا يكرمنا، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صح، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صح، أي بما كانوا يصنعون. صح، كله من الجزاء من جنس العمل. صح، البنت هي ليلة الفرح اتزينت وبقت ما شاء الله، صحابتها حوالين منها خارجة بزينتها، أمها أول لما شافتها ايه يا بنت الحلاوة دي، ايه الجمال ده كله، صحابتها كل اللي يشوفها لا 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 مش معقول، ده انتي حاجه ما حصلتش. مفيش خمس دقايق عشر دقايق يا شيخ احمد، بعد ما كله بقى قاعد يقول القصائد بتاعته،
الا والبنت حست بصداع شديد ومره واحده اصيبت بالعمى. ياه. اتعمت في ليله ايه؟ الزفاف. فرحها. العريس جه عشان ياخدها. طب ازاي؟ البنت طبعا بكاء حزن، صحابه عمالين بقى بكاء. يوم فرحها. الام تصرخ. الليله المنتظره يا شيخ. العريس طب اعمل ايه ده؟ انا خلاص مش عايز اتجوز، مش هينفع ادخل، والبكاء الفرح اتقلم حزن. العريس قال يا ست ده مش مشكله، مش لازم الفرح ونروح لبيتنا وان شاء الله خير ما تقلقيش. الام قبل ما كله ينصرف، بعد ما كله بقى عمال يقول لها ايه الحلاوه دي، قالت لكل المعازيم يا جماعه ايه، انا حاسه او يعني شكله كده حسن. البنت اتصابت بالحسن. كله اتوضى ويصلي وندعي لها لعل ما ربنا يفرج عنها. الكل اتوضى وصلى ودعا والبنت زي ما ايه؟ زي ما هي. شهر. يبقى كده مش حسن. اتنين. تلاتة. سنة. يا. اتنين. يا. والبنت شغالة في تحاليل. يا. وعمالة تعمل والدكاترة يقولوا مفيش، احنا مفيش أي حاجة قدام مننا، مفيش أي عيب، مفيش أي سبب. سنتين يا شيخ أحمد وأكثر. والبنت ايه؟ عمية. عمية. يا. في يوم الصبح صحيت من النوم. بصت لقيت نفسها بتشوف. اللهم صل على النبي. اللهم لك الحمد يا رب، وهي بقى شغاله والحمد لله وتبكي وفرحانه. فزوجها احد بقى فرحان والحمد لله الحمد لله. فقالت له لازم ابشر، اول واحده ابشرها هي مين؟ امي. امها بقى حبيبتها. ترفع السماعه الو عشان تكلم امها وتبشرها. بصت لقيت مين اللي بيرد عليها؟ مين؟ اخوها. اه ايه يا حبيبتي يا في ماما ايه مالك؟ بس عايز اقول لها حاجه، انا فرحانه، انا شفت انا بقيت افتح. قالت لا، قال لها امك ماتت. لا اله الا الله. لسه ميته من شويه. يعني هي تخلص من مصيبه تقع في مصيبه ثانيه؟ لا يا شيخ مش واخد بالك. ازاي؟ اللي كانت حاسدها امها. ياه. والحسد ما تفكش الا بموت امها. ياه. لان بموت الحاسد ينفك الحسد. ياه. تخيل بقى بنتها. ام تحسد بنتها بدون ما تشعر. اعجبت بيها عينها، اعجبت بيها. يا بنت الحلوه معلش ما شاء هو، يعني في حد افضل من الصحابه يا شيخ احمد؟ لا. الصحابي عامر حسد سهل. صح. الصحابه اتقى واطهر الناس بس بدون ما يشعر. ايمن لدرجه ان ام تحسد، ده الام دي بتبقى مستنيه اللحظه دي. يا حبيبي احنا مطالبين، انت لو شفت ابنك في ذكاء قول ما شاء الله او تبارك اللهم بارك. آه. يا ابن الحلاوه دي لازم والله العظيم يا شيخ احمد في مقاسي، انا بقول لك لو قعدنا نتكلم على القصص، انا واحد بيتصل بيا بيبكي في ايه يا عم؟ قال لي انا ابني كان جايب السنه اللي فاتت 98% يا شيخ احمد، مره واحده قال لي اتقلبت الموازين، دخل الجامعه لا بقى عايز يذاكر ولا بقى عايز يروح الجامعه، مش طايق نفسه وبقى مفيش خالص. الشيخ ايمن يعني ايه هو العقاب اللي ربنا وضعه للعائن؟ اولا العائن او الحاسد العقاب اللي حطه ازاي يعني؟ يعني ايه هو عقاب العائن؟ ده في الدنيا ولا في الاخره؟ في الدنيا وفي الاخره. هل في عقاب في الدنيا؟ هل في عقاب في الاخره؟ هل هو اصلا بيأذي يعني هو بيأذي جامد؟ طيب ده عقابه ايه؟ ده نتعامل معاه ازاي؟ ده نمشي معاه ازاي؟ يا شيخ احمد ان لم يتوب الى الله الحاسد او العائن فعقابه شديد. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت المرأة النار في هرة قطة حبستها لا هي اطعمتها ولا هي جعلتها تاكل من خشاش الارض. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيسالوه يا رسول الله امراه تصلي وزياده، يعني مش بالصلاه المفروضه لا دي بتقيم الليل. وتصوم وزياده، لا دي مش رمضان فات دي طول السنه شغاله ليالي قمريه واثنين وخمس ما بتسيبش. وتتصدق بالكثير، عارف يعني ايه بتتصدق بالكثير؟ ولكنها يا رسول الله لا تحسن معاشره الجيران. قال لا خير فيها فهي من اهل النار. لا اله الا الله. تخيل بتصلي وتصوم وبتتصدق ولكنها بتتعامل مع غيرانها بخلاق سيئه، عقابها النار. صح. يعني عقاب العائن والحاسد النار. امال اللي بيأذي بقى البشر فده عقابه ايه بقى في الشرع؟ ده في الـ في الـ في, الـ في الدنيا. وده حصلت. سيدنا عمر بن الخطاب كان لما بيعرف اي واحد حاسد او عائن بيحبسه في البيت ويبعت له مرتب الشهر.
كل شهر ليه مرتب ما يخرجش منين؟ من بيته، اذا كان حاسد او عائن او عائن. ركز معايا بالكلام اللي جاي. ايمن، في قصة عن الحاسد. كان في واحد يعني تاجر، اتنين تجار بينافسوا بعض دايما، فاحدهم ربنا فتح عليه، فالراجل دوت زهق بينقم عليه. كان في واحد مشهور بالحسد وكان اعمى، شوف سبحان الله، اعمى وبيحسد. الاعمى الراجل التاجر جاب الاعمى دوت قال له انا عايزك تحسد لي فلان الفلاني. قال له طيب خليه يمر عليا وقول لي القافله بتاعته فيها كذا كذا وانا اقوم لك بالواجب. القافله جايه ومعديه، فهم وقفهم في مكان عالي، فالحاسد بيقول له الاعمى بيقول للتاجر اول لما يقربوا ابقى بلغني. فما قربوا شويه التاجر بيبلغ الحاسد، قال له خلاص خلي بالك اجهز علشان هم في الطريق. قال له هم فين دلوقتي؟ قال له انا شايفهم من على بعد تقريبا 3 كيلومتر. فشوف سبحان الله، لان اللي بيحاول ان هو يؤذي حد هو بيتاذي هو كمان. يعني من حفر حفره لاخيه وقع فيها. اللي حصل ان الحاسد الاعمى قال له ياه انت بتشوف لحد 3 كيلو، نظرك جايب ده كله. فسبحان الله الراجل سقط وقع، يعني كف بصره من لحظتها. فسبحان الله الموضوع كبير، الموضوع شديد، الموضوع يعني في غايه الخطوره. يعني نسأل الله ان هو يسلمنا ويسلم الناس من هذا الداء. يعني ويا ريت المسؤولين الموضوع ده يا جماعه نهتم بيه، نشوف الصحابه عملوا ايه. احنا زي ما قلنا الحاسد او العائن بيحبس قاعد في بيته ما يطلعش منه، يجي له مصروف شهري بقدر الانفاق بتاعه ما يخرجش. لحاجتين، اما ان يستتاب يتوب الى الله توبه بنصحه ويخرج كده ويبطل، يا اما ان هو يموت ويستريح منه الناس، يستريحوا منه الناس. ركز وخلي بالك كمان، لو كان ضبط ان واحد عائن قتل بعينه وثبت عليه الجريمه ان هو قتل اكثر من واحد بعينه يقتل. ياه، ما انت زي واحد قتل واحد بسكينه، ما انت قتلته بعينك. فعقاب انه يقتل لو ثبت عليه فعلا ان هو قتل شخص او اكثر بعينه وثبت عليه يقتل. شيخ ايمن، كلامك كتير وكلامك شيق وكلام كبير وكلام يعني مش محتاج، ان محتاج حلقات ومحتاج وقت اطول. ان شاء الله لينا حلقات كتير، وان شاء الله مستمرين مع بعض باذن الله. واحب انوه للساده الشهداء المشاهدين، يعني تقدروا تتابعوا الحلقه والبرنامج كله كل يوم سبت الساعة 9 صباحا على شاشة الصحة والجمال أزمة أخلاق. إن شاء الله انتظرونا الحلقة القادمة في أمن وفي أمان من الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.